أصبح ونتعديو مع بعضنا لفقرتنا انترفيو ويكاند. انترفيو ويكاند. انترفيو ويكاند نحكيو على عالم لي زاسوسياسيون اليوم. في البدايه باش نحكيو على الاسوسياسيون انكتوس اسيكت كيفاش اليوم الطلبه يسونجاج بور ان امباكت بوزيتيف في المجتمع وهذا اترافيغ لونتربرونيا سوسيال. هذاك علاش موجودين معنا اليوم لي مومبر من انكتوس اسيكت. موجوده معنا ملكة عكرمي تيم ليدر في انكتوس اسيكت. ملكة صباح الخير ومرحبا بك. صباح الخير عزيز. صباح الخير الناس الكل. مرحبا بك ملكة. شكرا لكم. خليك تقدم لنا روحك في البدايه. باه جست بطلب من بابا بيان سور. نعرف اسمي بالكامل ملكة شكري العكرمي. دونك 23 سنه نقرا انجينيوري ايكونوميك اي فينانسيير في لاسيك ليكول سوبيريور دو سيونس ايكونوميك اي كوميرسيال دو تونس وانا تيم ليدر انكتوس اسيك. واضح. مرحبا بك ملكة. كيف كيف زاد موجوده معنا بيا غرغوري مومبر بوليفالون دي ديبارتمون ريلاسيون اكسترن اي بروجي من انكتوس اسيك. غادة صباح الخير ومرحبا بك. ميرسي عاشك. جو مي بريزونت انا بيا غرغوري. غادة عفوا قلت غادة. بيا غرغوري اكزاكتومون. نقرا ثلاثيام اني انفورماتيك دو جيستيون في لاسيك مون فلوري ومومبر انكتوس اسيك. واضح. مرحبا بك بيا. مرحبا بك ملكة. في البدايه خلي قبل ما نحكيو على لي بروجي اللي عندكم عام سنه لي زيفينمون تقديم للناس بالكشي اللي ما يعرفوش مستمعين نتاعنا انكتوس وانكتوس اسيك شنو هي بالضبط الاسوسياسيون هذه. باهي انكتوس سي اون اورغانيزاسيون انترناسيونال باز امريكان موجوده في اكثر من 37 دوله في العالم وفي تونس في اكثر من 100 اتابليسمون يونيفرسيتير في تونس. دونك انكتوس سي ان دي بلو غران ريزو استوديونتان اللي موجودين في العالم. اون ترافاي سور لونتربرونوريال سوسيال اباز. دونك في تونس نحن موجودين كيف ما قلت لك في اكثر من 100 اتابليسمون من بيناتهم انكتوس اسيك. دونك انكتوس اسيك هو الفرع disons le club اللي موجود في l'école supérieure de sciences économiques et commerciales du Tunis. Enactus ESSEC بدات réellement l'activité نتاعها depuis 2015. Donc on travaille sur l'entrepreneuriat social. À base d'entrepreneuriat social ce sont des projets اللي عندهم impact économique, social et environnemental. Donc on vise l'économie ou développement économique mais en même temps développement social. Donc entre ce qui fait la différence entre Enactus ou les projets ou les clubs l'Ochlin, les organisations l'Ochlin. إننا نحنا صحيح نخدموا على دي زيدي دو بروجي مي اباز لازمنا نكملوا فيهم للاخر للي يوصلوا يوليو انديبوندون على انكتوس ويكونوا دي سوسيتي اي دي زونتربريز اللي موجودين في تونس يعني موجودين كونكريتمون. باهي معناتها يعني من مشروع نقولوا احنا من فكره مشروع من التيوري نمشيو للبراتيك لكن زاد يخرج المشروع هذاك من انكتوس ويولي مشروع بالحق معناتها موجود وتوتا موديل ايكونوميك وراه وخدمه كامله وناس تخدم على المشروع هذا. باهي باش ديما نعاود نذكروا كما قلنا الامباكت سوسيال لونتربرونيا سوسيال اللي هو دونك لونتربرونيا ابوت انه اليوم بخلاف ان موديل ايكونوميك يكون موجود وبخلاف كل جانب الاقتصادي يكون ثم زاد جانب تاثير نقولوا احنا ايجابي طبعا على المجتمع. باهي برشا هذه الفكره بصفه عامه ما يخص انكتوس اسيك. نحكيو زاد على لي بروجي هذوما. خلينا نحكيو على لي بروجي اللي موجودين عام سنه اللي تخدموا عليهم انكتوس اسيك. شنو هما لي بروجي اللي موجودين حاليا؟ من لي بروجي اللي عندنا اللي هو نيترو فاوند. نيترو فاوند سي ان فيرتيليزون الارض يعوض ماده الامونيتر اللي هي يستعملوها الفلاحه تكون غنيه بالازوت يستعملوها الفلاحه في الاراضي نتاعهم الوغ كو هي تضر الارض اكثر من اللي تنفع. دونك احنا صنعنا نوتر برودوي نيترو فاوند اللي هو يكون غني بالازوت بالازوت وال C'est un compost en fait, compost. Ouais. C'est un compost 100% naturel, 100% bio, à base des déchets organiques. C'est un fertilisant de trèbes. En même temps, il aouz l'ammonitre ou manéhata les résultats mtéo, que ce soit pratique ou la théorique, qu'est nous efficace ou hata les retours mtéo les clients mtéo, qu'est nous satisfait à l'air. Donc, nitrofond, hochrej, même problématique, m'en connaît comme moche clamta l'ammonitre ou le mèche clamta mamel phosphate fitounes. Le phosphate, il charge un amédé de امونيتر دونك الفلاحه بطبعهم كي وقف في المعمل ضروا حتى هما. دونك جات ليدي نتاع نيتروفانت اللي هو ان كومبوست اللي يعوض لامونيتر. زاد من بين لي بروجي نتاعنا سنه واللي هو نخدموا عليه سنه من اول العام
اللي هو سيد جينيس. سيد جينيس اللي هو بدا يخرج من البروبليماتيك اللي البحاره في تونس توا فيكو عندنا نقص كبير في الـ في الـ في الحوت في الـ في السواحل التونسيه. دونك الدخل نتاعو نقص، يعني عادي بحار يخرج عادي نهارين في البحر وفي الاخر يرجع معناها ب 30 دينار ولا 20 دينار واللي هي غير مو متعيش. دونك برشا بحاره اللي هاجروا حرقوا معناها بلغتنا العامه، والا تلقاهم يخدموا في زوز خدم، والا حتى مش خالطين انهم هما يعيشوا عائلاتهم. دوكو نحنا جيت الايدي نتاعنا كيفاش باش نخليو البحر هذاك في الزون نتاعو، يعني في البلاصه اللي هو مستانس بها، ونخلقوا له مصدر رزق اخر غير الحوت غير الصيد. واضح. باهي. سيد جينيس سيت اون براند اللي هي تو بوغ لو مومون متكونه من دو برودوي، ان شاء الله ناويين نكملوا فيها باش نخرجوا بليزيوغ برودوي. اللي هي باش نعملوا فالوريزاسيون لديز اسبيس مارين، مي هما ماهمش الحوت، باش نعطيو زاد الفرصه للحوت باش هو يتجدد. فيوكو عندنا مشاكل تو في تونس نتاع بوليسيون كيما ليزالك اللي هما طايشين في الشطوط نتاعنا ماناش نستعملوا فيهم، واللي نعرفوا قداش ليزالك هذوك مفيدين. دونك نحنا من بين لي برودوي اللي نجموا نخرجوهم من ليزالك هذوما، خرجنا ان بابيي ايكو فريندلي 100% جرين، معناها ما فيش حتى برودوي كيميك وبايو ديغريدبل، يعني حتى كان باش تعيش ما يقلقش الترب، بالعكس يغذيها خاطر هو اباز ديزال. او ميم طون لو برودوي هذايا معناها نجمو نفس البابيي هذيك نعاودو ندخلوها في البروسيس، يعاود يخرج لنا ورقه جديده اخرى. دونك تنجم تستعملو بلوزيغ فوا. باهي برشا. دونك هذا المشروع الثاني. وي هذايا النيو نيو كفا. النيو نيو الجديد نتاع نتاع مسنا، شنو ثم اخر كم مشاريع؟ في البراند هذايا فما كيف ما عندنا الالجا اللي هو البابيي، عندنا ان اوتر برودوي اللي هو كراب لايزر. كيف ما نعرفوا ربي ما يعطيناش حاجه من غير ما تكون عندها بيربس وراها. وي ثم عليها. وي سي سا. دونك نحن في تونس عندنا اخر سنين قاعدين نعانيو مشكله اللي هي نتاع الكراب بلو داعش للناس اللي تعرفوا. هو نوع من الكراب اللي جاي لتونس واللي قاعد يقلق في البحاره من الاول ما فهموش وشنو يقطعهم في الشباك نتاعهم ومش قاعدين يستفادوا به. دونك توا ولات فما هكا ديريكسيون الفالوريزاسيون نتاع الاسبيس هذيك فيكو هو مطلوب ياسر في العالم. فما دي زوزين في تونس اللي يخدموا على على تخريج الباتوني دو كراب والماكله معناها البارتي هذيك اللي تتاكل من الكراب. دونك هما يخدموا سامحني يخدموا عليها وبعدها الديشي هذاك يطيشوه يطيشوه قاعد زاد يضر لنا في الشطوط نتاعنا ونطيش سورتو باغ اكزومبل في قرقنا. ولات سي كون فو ظاهره يعني صحيح حكينا حكينا عليها تقريب اقل بشويه من عام التالي على الظاهره هذه. دونك انتم في هذا زاده لقيتوا حل بيان سور، احنا باش نلقاو الحلول الحلول ديما امباكت سوسيال او كما نذكروا بيان سور وي سي وي اكت وي تشينج. باهي برشا. دونك بينات خذينا الديشي دو كراب هذاك المطيش وقررنا باش نعملوا منه اون فارين دو كراب. الفارين دو كراب اول حاجه نجموا نستعملوها كون فيرتيليزون للترب خاطرها فيها برشا دي نيتريمون وحاجات مفيده للترب باش تغذيه وتخلي معناها سي ان فيرتيليزون زاده. او ميم طون نجموا نستعملوها كوم ماتيغ بروميير برشا دي برودوي. واضح. باهي برشا. هو سي ان برودوي نحنا نبيعوه ميم طون للفلاحه وللناس اللي يحبوا يستعملوا الفارين دو كراب. واضح. باهي برشا. دونك هذوما لي بروجي اللي موجودين عام سنة في ناكتيوس برك لها ديجا با مال دو بروجي. للناس اللي يحبوا بالكش يزيدوا ياخذوا اكثر فكره على لي بروجي هذوما بالكش حتى يحبوا يساندوكم في المشاريع هذوما وين ينجموا يلقاوكم لي ريزو سوسيو نتاعكم؟ باهي عندنا نوتر باج فيسبوك ناكتيوس اسيك اسيك سانتي تونس وعندنا الباج انستغرام تاعنا اناكتوس اسيك وان شاء الله تري تري بيانتو اون فا لونسي نوتر سيت ويب باهي برشا. اناكتوس اسيك اناكتوس اسيك زاد السيت ويب اللي تعاودوا تلقاوه على لي ريزو سوسيو دونك نتاعهم. اي با فريمون انا حاب نقول لكم ان كرون برافو ديجا على الانيسيتيف المبادره نتاعكم سي ويب بصفه عامه مبادره اناكتوس انكم اليوم تاثروا على المجتمع بطريقه ايجابيه الامباكت سوسيال هذا اللي عندكم وتخافيغ دي بروجي كيما هذو ويخصوا الفلاحه. وانا نعرف انيس بن رينا مازال موجود معنا في لونتين البعض الاجري ويكاند راه كان يسمع فينا راه فرحان برشا وحتى من بعد نجموا تحكيو مع انيس خبير كبير في الفلاحه تنجموا تحكيو مع المواضيع هذوما ينجم حتى على شلي يعاونكم في لي بروجي هذوما. طولي كا شكرا لكم يا غون برافو ملكا وبيع اللي تعملوا فيه الكل وعلى كل الفريق شكرا لكم ميرسي بوكو شكرا لكم اللي كنتم موجودين معنا لي مومبر من لاسوسيسيون اناكتوس اسيكت كي في اليوم لي زيتيديون اي سونغاج pour un impact positif le mojtama mtana mazalna mousin maakom